في صحاري الجوف وبين جبالها تتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو المعاقل التي ما تزال الميليشيا تسيطر عليها، وهي نسبة لا تتعدى 20% من أرض المحافظة حسب تصريحات المحافظ حسين العجين. ووفقا لآخر المعلومات الواردة من هناك، إن معظم المواقع التي تتمركز فيها قوات تابعة لميليشيا الحوثي أصبحت تحت مرمى قذائف الجيش الوطني، خاصة بعد تقدمه في بير الهيب. وتخوض كتائب الجيش معارك في الصفراء وفي براقش التابعة لمديرية مقزر المحاذية لمأرب، وهي معارك يحرص الناطق الرسمي للمقاومة على وصفها بالاستراتيجية نظرا لقربها من الخط الدولي الذي تقول القوات أنها تسعى لجعله آمنا وخاليا من ألغام بلغ عدد ما تم استخراجه منها ما يفوق 30,000 لغم حد قول السلطة المحلية. وكانت قوات تابعة للجيش والمقاومة بمحافظة الجوف قد التحمت بقوات قادمة من محافظة مأرب، وطبقا لآخر المعلومات فقد تمكنت القوات من قطع خط الإمداد بين مديرية الغيل ومديرية مقزر والسيطرة على منطقة الدرب وحصن الدامر، وهي انتصارات من شأنها أن تعجل من إعلان الجوف محافظة محررة من الميليشيا.